السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إصلاح كاسة بني شنك ياباني. العطل راديو شغال، ولكن الكاسة بيعمل السويت بالشكل ده، فأنا هفك الكاسة وهتابع العطل. أول خطوة أعملها في الكاشيت، علشان الكاشيت بيقطع الشرايط بالشكل ده، هبدل التيرش الخاص بالشحن، هبدله بواحد جديد. كل قطع الغيار الخاصة بالكاشيت كلها موجودة، كل بكر السحب، كل الجوانات ونديلا، جميع انواع التروس كلها موجوده. هو ده التروس المطلوب اللي بيعشق للجوان الخاص ببكره السحب. وهنتابع كل حاجه قدام الكاميرا. هو ده التروس القديم اللي حالق من قدام علشان بيفوت في التعشيق. التروس جديد بنفس الحجم، بعد ما بدلت التوش المطلوب احط نقطة الجيت على العمود. نقطة الجيت بسيطة جدا، الخطوة اللي بعد كده هبدل الجوان اللي بيعشق على الترس اللي بناول بكرة السحب. أوضح هنا حاليا الكاشيت شغال، وهنا الجوان اللي بيناول الحركة من العمود الدوران لبكرة السحب. واضح انه بيطلع وينزل، يعني بيروح ويجي والبكرة بتلف. أوضح هنا موضح الترس بيطلع وينزل، دليل على إن في حتة عالية وواطية في الجوان السحب. علشان أبدل الجوان الخاص بالسحب لازم أفك كل الميكانيكا، ولكن أنا مش هفك الميكانيكا كلها، هفك الأجزاء اللي أقدر أسحب منها الجوان من تحت علشان الموضوع ما يكونش صعب شوية. هنا فوق العمود تيلة، وهنا بكرة السحب. والعمود ده فكيته من مكانه علشان اوصل للجوان اللي بيناول الحركة من العمود لبكرة السحب. وهبدأ ارفع جزء الميكانيكا لفوق علشان اقدر اسحب الجوان من تحت. هو ده الجوان المطلوب، هبدله بواحد جديد.
الجوان واضح انه متاكل، وفي بعض المتبات الجوانات كلها موجودة. ده الجوان الخاص ببكرة السحب. وابدا اشغل الكاشت بعد ما بدلت الجوان. هنا موضح ولا تشغيل. هوضع كل حاجه زي ما كانت. وضع التشغيل هنا موضح في بلية، بخلي بالي منها عشان ما تقعش لأنها بتساعد في الحركة الميكانيكية. الخطوة اللي بعد كده هبدل بكرة السحب نفسها علشان الشغل يبقى كويس. بكرة السحب اللي هي رونديلا، هعمل رونديلا جديدة. هحاول افك قاعدة الرونديلا مكانها، دي تيلة وده رونديلا نفسها. واضح ان الجلدة ناشفة شوية، هبدلها بواحدة جديدة. ورندلة في منها نوعين، ورندلة بفتحة ضيقة ورندلة فتحة واسعة، فأنا هجيب المطلوب ورندلة أم فتحة ضيقة. نفس ورندلة نفس الحجم نفس التخانة نفس الفتحة، فتحة ضيقة. ورندلة الجديدة لما بدخلها بحس انها تقيلة شوية في اللف والدوران، لان بتكون من الجنبين في هنا حتة عالية. احاول اسحب الحتة العالية اللي فوق علشان تدخل براحتها. حاليا انا جهزت وندل علشان تدخل مكانها صح. لازم اتأكد ان الرندلة بتمشي لوحدها والكاوتشة تكون لينة علشان تعرف تمشي. بعد ما بدلت الترس المطلوب المتوصل مع عمود الدوران المحدفة، وهنا بدلت الجوان اللي بيناول الحركة لبكرة السحب، وهنا بدلت الرندلة علشان الصوت يبقى كويس. وأبدأ أشغل بلاي. هنا البكرة شغالة، وأحط إيدي على العمود وأشوف بيحمل جامد أو بسحب كويس أو لا.
وهنا هوضح التشغيل انه شغال بدون اي مشاكل. اشغل بلاي ومن دول شغاله تمام. وهنا بقره الشحن شغاله تمام بدون اي مشاكل. هنا موضح كل حاجه شغاله تمام. الحركه الميكانيكيه كلها كويسه. تم اصلاح الكاشت بنجاح. قدم واخر بلاي شغال حاليا كل حاجه شغاله تمام. وانا مش عايز اشغل صوت او اعلي الصوت علشان اليوتيوب بيعمل لي الصوت حقوق تبع النشر، ولكن الحمد لله كل حاجه اشتغلت تمام والصوت عالي وواضح. لو عجبك شغل الفيديو وشغل الميكانيكا يبقى انزل تحت الفيديو واعمل لايك واعمل تعليق علشان الكل يستفيد. وتحياتي للجميع والى اللقاء في عطل جديد. خير الحافظ.